Hey guys, Aya here. Hope everyone's having a great day. في فيديو اليوم حنجرب أشهر خلطتين على اليوتيوب وعلى الإنستغرام للحبوب السوداء. هذه الخلطات شفتها كثير على اليوتيوب وشفتها كمان كثير على الإنستغرام بس عمري ما جربتها فحنجربها اليوم مع بعض. أنا شخصياً عندي حبوب سوداء كثير على أنفي وأستخدم عادة الشرائط الأنف اللي كمان يسموها لصقات الأنف وكمان أستخدم الماسك الأسود وهذولا ينفعوني لكن المشكلة إنه لو أنتوا زيي وعندكم حبوب سوداء كثير ولازم تستخدموها هالشيء باستمرار صراحة يكون مكلف شوية وأنا شخصياً يعجبني أن أستخدم أشياء في البيت بدل من أروح أشتري أدوات تجميلية. So let's get into the video حنجربها مع بعض ونشوف لو من جد ينفع ولا لا. Okay. فأول حاجة لازم نستخدم منشفة وقطن مع مي حامي عشان يفتحوا المسامات. هاخذ الان المنشفه وانظف المكان من اي زيوت او اي شيء. اول شيء حنجربه هو البيكنج سودا مع المي وفرشه الاسنان. فالصراحه انا خايفه من الخلطه هذه شويه لانه البيكنج سودا احس انه شويه خشن على الجلد بس خلينا نجربه ونشوف. فللخلطة هذه ملعقة صغيرة من البيكنج سودا وملعقة من الماء فحتشوفون يطلع زي المعجون وكمان في ناس يستخدموا هذا للأسنان باي ذا واي. الصراحة يحرق مش عارفة لو هو المفروض يحرق ولا لا بس الصراحة يحرق كثير. يمكن هذا شيء طبيعي ما ادري ان شاء الله يكون شيء طبيعي. اوكي هاخذ الفرشة الان. فرشة الاسنان مو خشنة على الانف دخل في عيني. الصراحة أنا مو متوقعة إنه ينظف الحبوب السوداء لأنه أحس إنه الحبوب السوداء تحتاج حاجة قوية يعني زي اللصقة أو شيء عشان تشيل الحبوب السوداء بس أشوف إنه الخلطة ما راح تنفع لكن ناس كثير يمدحوا بهاي الخلطة مع فرشاة الأسنان فخلونا نشوف. يعني مو شايفة فرق كثير او فرق ملحوظ يعني انا بعد ما استخدم اللصقة واشيله احس انه في فرق بس مع الخلطة هذه يعني مو شايفة انه في فرق الصراحة. غير كذا صراحة ناعم كثير لسه شايفة الحبوب السوداء ومش شايفة أي فرق غير النعومة مش شايفة أي فرق. سو خلونا نجرب الخلطة الثانية. هذه الخلطة شفتها على الانستغرام وشفت واحدة أمريكية عاملة هذا الفيديو وكانت عاملة الخلطة هذه مع منديل الحمام. مش عارفة ليش منديل الحمام ليش مش منديل عادي بس حنسوي نفس اللي سوته بالضبط ونشوف لو ينفع ولا لا. اوكي فهي أخذت المنديل و قسمت المنديل نصفين اوكي كذا نحط البيض اول على الانف طبقات واخر طبقة ما تحطوا عليه بيض فحنستنى الان 15 دقيقة ونشوف لو من جد ينفع ولا لا.
الصراحة ما تخلص من كل الحبوب السوداء اللي على أنفي، بس شال كثير وحتى أقدر أشوفهم هنا. جد شال معظم الحبوب السوداء، وتستخدم نفس شرائط الأنف اللي ممكن تلاقوها في الصيدلية. الخلطة الأولى لو أنتوا ما عندكم حبوب سوداء كثير يمكن ينفع معكم، بس أنا صراحة ما نفعش معي، غير إنه يخلي جلدي ناعم، ما شفتش فرق كثير. Okay guys, وصلنا نهاية الفيديو، بتمنى انت استفدت من الفيديو. Thank you so much for watching, و peace out.